كثير من منافسة التشامبيونز ليج التي يشارك فيها شبيبة القبائل. كل التوفيق له واتحاد الجزائر. واتي الكرة وامل امل 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 اوه الهدف الاول، هدف اول لصالح نادي اتليتيك بارادو مع اتي الدقيقة 31. طبعا الكرة الخروج كان سيء من الحارس امل الذي اقتنص الكرة ولكنه ضيعها بين احضان. اعتقد بانه بن عياد هو الذي سجل. زورغان مليك، مليك زورغان كان يبحث عن الثنائية، تابع الكرة هذه. هيا كيف اخطأ مليك زورغان بسهولة، سجل الهدف الاول لنادي بارادو. كان منتظر مقارنة، يعني خطأ مشترك.